أهلا من جديد مشاهدينا في كل مكان، مرحبا من جديد. وموضوع حلقتنا لليوم الميزانية المنزلية، كيف يمكن إدارتها ومن الأجدر، آدم أو حواء؟ ويمكن الموضوع يعني توسع وأخذ شكل أوسع. الميزانية المنزلية لما نتكلم عن السكن نتكلم عن المصاريف اليومية، الحركة، المواصلات، الإيجار، المدارس، في تفاصيل كثيرة جدا داخلة في مسألة الميزانية، وكيف الناس ممكن هي تحاول ترشد وتحاول انها هي تتفق اذا كان حواء ام ادم او الزوج وزوجه في انهم كيف يعبروا بالاسره لبر الامان في الصرف. برحب بكم من جديد استاذ الشقرابي وحجه خليفه دكتور معاس. ولما نجي نتكلم عن مساله الترشيد يمكن تكلمنا في حكايه الاكل، في حكايه السكن، في حكايه التعليم برضو، الصحة، وأحيانا بتلقى أنه الظروف هي جابراك أنك تكون في وضع معين أو تكون في مكان معين. أحيانا الأبناء بيكونوا خارج الصورة في أنه ما عارفين والله الوضع الحقيقي للأسرة. مثلا لو عندك شباب في الجامعة وعندك في الثانوي كلهم دارين قروش مواصلات الصباح، دارين فطور إذا كانوا هم 4 ولا 5، وده داير كتاب، وده داير مذكرة، وده داير قلم، وده عايز شنو، يعني في صرف بيكون يوميا بالنسبة للمجموعة دي. أهمية أنه نشركم نحن ذات في مسألة الصرف دي والميزانية. أستاذ الشقرابي. والله دي فيها جانب نفسي أفتكر إبداع الدكتور. دكتور حيقول الكلام كله عشان كذا. أنا أقول والله هي طبعا مهم شديد جدا. يعني نقول الغدغطة ما في والدسدسة ما في. أحسن إشراكم. أحسن إشراكم. يعني يكون عارفين وضع الجديد. لما يعرف أنا غايته شخصيا شغال بالنظرية دي. لما نقول ما عندي خلاص المزرعة دي قفلت يعني. فبتتفهم بشكل عادية. لكن برضو يعني بحتتك كده بتاعت حنيتك بتشوف كده انك انت اقرب لانك انت صدمت زول وهو ما يعني ما متوقع يعني هو يقول لك كبير كده مثلا ما عندك 100 جنيه او 200 جنيه بتاعت الحاجه اللي هي المطلوبه دي يعني الفهم بتاع فيه ضحكه وجديه مع بعض يعني الهزل المخلوط بالجد والمسؤوليه فهي حقيقه حاره يعني على الطرفين حاره يعني لكن مهم شديد جدا انه على اساس يعرف انه يتعامل معاك كيف قالنا والله نحن دي عيشتنا دي معيشتنا دي قدرتنا ده اللي عندنا فمحتاجين ان احنا نساعد مع بعض ونتفهم المساله دي كويس جدا هم بيفهموها بذكر يعني زي الحوار بقى كلمه الحوار دي السياسيين بيستعملوها والبلد بيستعملوا كل ما شيء لكن الحوار جوا البيت بقى مطلوب أيوة شديد مطلوب جدا يعني بالفهم العقلاني لا ممكن تقول لا ما عندي يجيك بكره والله يا اخي خليها طيب يا اخي انت داير دي ودايت عندك 4 مطالب 3 مطالب نرتب المسائل اللي ننفذ ديك الاولى دي سهله اليات الاكثر اهميه فبتبقى ترتيب الاولويات خلاص بترضيه هو نوعا الأطفال الصغار ديل شديد الناس الأساس ديل صعب عليهم تقبل الحاجات أيوة. يعني هو زي يعني ده أمر ما إنه هنا أو والله في المدرسة حيدقوني لو ما شلت الكراسة شنو ده ولو ما عملت ولو ما عندي مقلمة والناس كلها عندها مقلمة وأنا ما عندي مقلمة وأنت شنطتي مشروطة أنا لا ده دي 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 شوية كده أفتكر والله حقة الدكتور ما حقة أنا صعبة الدكتور أشوف رأيي خالتي حقة والله انا الشيء اللي عارفه نشركم احسن الشباب دي لازم في اي حاجه نكون معاهم واضحين وبعدين انا كان عندي سياسه لاولادي كان مثلا بكون عندي قروش بقول لهم لا مثلا عملت لكم كذا الليله انا ما عندي لازم يعرف انه يوم في ويوم ما في ويوم الحياه كده ويوم الحياه كده يعني انا بدس ديسي اقول له هل لي اجيب من وين؟ كان عرفوك لكن مشكله ما انا بوريه عندي صغير ده شيطان يقول لي امي قالت ما فيش حد يقول لك اجيب من وين من امي ولا من ابوي حافظ الاسطوانه حقي يلا ما انا طوال الحاجه لسه هون سووا بي انه شنو؟ الحياه كده حس لما كبروا لما هنا بيجوا يعرفوا زي ما قلتي يقولوا لي يا امي انت زمان كنت تقول لي ما عندي هو تعرفكم عندكم بالدسين ايوه بدسين لكم ما في يوم اسود وفي يوم داير وفي يوم كده انا الحمد لله تربيت الاولاد والله ما خابت عندي الكبيره دي ما شاء الله عليك هاي الكبيره دي هي صيدلانيه سمحه في بيتها وجايه هذه ايه بحيه والله وزوجها وليداتها عندي امنيه شويه عندها
قبيل الغريبة أستاذ رشا تزعل كذا ومن يدي لاقينا قاعد على الهواء قبيل ما تبوا ما اعرف شو على الهواء الصغير ده بالذات احنا حافظينه لغايه شايلين حاله ده وفات مع اخوانه في بحيوه في الامارات بحيوه ان شاء الله ربنا يوفقهم استاذه مي وليداته يعني ما حصل لهم حاجه في الاخير عرفوا انه يوم عندي بتديهم ويوم بتقول لهم ما في تقبلوا الحاجه لكن يلا الكبيره ما سكتت معاي ايوه مرت من يتم شد عليها كده لقيت حاجات مجدعه وباقي لبن وكدونه قلت لهم اني شلت من اي حاجه سمحه الا اني في مبذره ايوه طب ولا لكن يا امك كان شلت يعني تحرز على اي حاجه كده كنت مرطه ابو تاس انا كم ستي معلمه مرطه ايوه ما شاء الله كنت عارفه انه لام حاجاتي انا اتمنى اي بنت واي ام تلم حاجاتكم يعني انا يعني انت شفت باقي الاكل هسه في ناس الصناديق اللي قبل تكلمنا من زماننا نحن يعني انا كان نفسي في باقي الاكل ده كمل وقوم عشان ماشي يقولوا لي الصينيه ايوه تكون لك مدخله يلا لازم انت توري انه اي حاجه ترجع في محلها حس الوليدات لما نيجي من المدارس انا من هون زمان لما نيجي من المدارس زول يقول شرابي فرده شرابي ما جيتها جلده انت جيت من برا قبل ما احنا وشوري نشيل لنا غسيل ولا وريت غسيل كيف تدخلي في محلها بدون واخذ حاجات تاخذها ده امتحان صعب للامهات طبعا لكن ما بريحك بعدين تريحي وتريحي ولدك ذاته وبنتك بنت بتكون شاطره بتكون منظمين الولد بيكون شاطر جدا انت بتدعم في فتره محدده كده يلا الكبير ده تعبت فيه تاني ما بقلده ثاني فاتمنى اي امها تكسر ولا الجهاز ده النهار كله شخت انكدي وناسي اولادي لا زي ما قلت درس العلم الحياه الزوجيه مش كده الحياه الزوجيه دار صبر ونحن صبرنا السنين دي كلها اتمنى انه اللي قدام ولا ايام الجايه دي تكون لنا حلوه وتكون سهله للشعب السوداني صبور جدا انا بحيي كل وليداتنا اللي كانوا في الغياده يا رب بس ما شويه ان شاء الله ربنا يديم ان شاء الله ربنا يحفظهم ويجوا راجعين ثاني مشكورين كل حاجه ان شاء الله وربنا يفرج علينا ان شاء الله يا رب دكتور معاذ نفس المحور بديت بيه مع استاذ شقرابي ومع خالتي حجه أهمية شراكم هم ذاتهم يعني انا يمكن في حلقات سابقه كثيره تكلمنا عن الحوار في البيت والشراكه زي ما قالت دززة والغضغط انتهى الحوار في البيت دائما بيعلم الأطفال كثير انت مما تحاورهم وتشاورهم بتعلمهم المسؤولية أيوة. بتكون في شفافية بيقوا عارفين الإمكانات بتبقى انت ذاتك سايقهم هم ذاتهم عارفين الإمكانية والبيقدروا يطلبوا شنو وذاته بعد ذاك بيبقى ما بيجيك بحاجات خرافية أيوة. وبيقى يعرف انه لما يكون داير حاجة كيف يفكر المحاسن والمساوي الأضرار الإمكانية بحساباته منطقية جدا أي أبو ما بيشرك أولاده حيكون في صراع حيعزلهم منه وبعد ذاك حيجوا يقولوا بس أبوي ده كل يوم هو يقول ما عنده لأنه ما كان في شفافية من البداية ما كان بيوريهم أنه الإمكانات توقعاتهم عالية بعد ذاك إحنا بنقول الإشراك في شنو مثلا أنت والله يا أخي بتمشي المدرسة أنت مصروفك الأسبوعي كده في البدايه انت بتدي له باليوم لكن في اوقات بتعلم وتقول له دي قروش الاسبوع عشان يتعلم هو ذاته يدبر منا عشان يتعلم التدبير صح انت بعد مصروف الاسبوع ما انت عندك فاتورك ودي قروش الاسبوع بعد ده تدبر حالك شوف انت بتقدر توفر كم وانا احنا كنا بعلمهم انه يتنافسوا في منو اللي بيوفر عارف انا عندهم فطور وعارف انه عندهم بعد ذاك دي رفاهيات يشتري حلاوه زي انا لكن ممكن يوفر ممكن يضغط على نفسه ممكن يتحمل نشوف اللي بيوفر منه يتسابقه تلقى تعلمه لك انه السيفنج ماني او القروش اللي بتتوفر التدبير مرات اجي اقول لهم والله يا اخي انا مفلس يا اخي منو فيكم بيقدر يسلفني يتباروا في انه ندوك. انه مرات ممكن يكون ما عندك زي ما قالت أيوة. انت مش ما عندك لكن تعرف انه هم ممكن يساعدوا بعض ممكن يسندوا بعض أيوة. مش كده؟ احفز انه اللي بيوفر اكثر انا ححفزه بمبلغ قدر اللي عنده يبقوا هم بعد ذاك حيتنافسوا في الوفر وعدم البزخ زي ما قالت أيوة والتخطيط للاحتياج مش كده؟ والواحد لما يقول لك اشتريت حياتي بقروشي انا أيوة. يكون هو فخور بانه قدر ينجز حاجه قدر ينجز أيوة. تعلموا الانجاز تعلموا وده فيه ثقافه تربويه كبيره جدا, المشروع ده احسن من انه نعزلهم بيبقوا عارفين بيبقوا بيعرفوا يقدروا ظروف البيت بيقدروا يكون هم إضافة للبيت ما خصما على طفل اللي بيكون ما عارف بيكبر بيبقى خصما على البيت أيوة. برهق الأسرة برهق برهقهم جدا ودي المشكلة إنه بيدللهم أو يقسوا عليهم شديد في النهاية بيجي بيدفعوا الثمن إنه الطفل اللي بيدلله دائما بتوفر لأي حاجة بدون ما يعرف فيه ولا ما فيه
بيوم بيطالبك عندك ما عندك تجيب له تدفع. يا دكتور شرفي أيوة. بسميها تربيه بالرضا دي. ايوه بسميها تربيه بالرضا. تربيه بالرضا يكونوا رضيانين. ايوه يكونوا رضيانين وقنوعين وبيبقوا لك سند. سند كبير وبخططوا معاكم ايه ما دام ما في ما نعمل كده بيدوكهم أيوة. حلول وفعلا ده الحاصل. والله العقليات ذاتها بتاعت الاطفال كبيره يعني عارفين وعارفين الزيادات الحاصله عارفين التضخم الحاصل يعني بيتقبل هاي بيتقبل. بس مرات بتكون الضروريات اول شيء انت ما تقديرك عنده مجلي يعني يكون هو مضغوط في المدرسه بحاجه معينه صح او هو او المشاركه بتاعت مثلا الرحلات اللي بتعملها المدرسه وانت ما مقتنع مثلا انا بنبه على يعني مثلا انا داير في المدرسه انا داير اقول لهم يقول لك ما جبت الرسوم بكره بنقلي أيوة ده مثلا ده اسلوب مصحي ولا تربوي ولا علمي او في رحله رسومه 100 جنيه لازم يمشي. الطفل ما بيعاقب عشان ما سد الرسوم ما هو ما عنده القروش ايوه صح ولا هو بيقدر يفرض سيطرته على بقول لك لا عشان يمشي يضرب الترحيل بكره ما يجيك انت ما تهدد الطفل عشان يمشي يضغط ابوه بالضرب ده قانون تربوي خطا وما موجود دي ثقافه دي ثقافه خاصه بالمعلم الخاطئ لكن انت اكتب خطاب للاب ما في داعي تخط الطفل في متاهه تهدده التهديد ده ما بخلي الطفل يكره المدرسه بالضبط ما عنده زمن ما بين لو ذاته بيجيك يعني بدبرس بيجيك بحاجه ولا ما قد يكون ما عنده داري ياخر الحياه ليوم يومين انت تفاهم مع الاب مباشر يقول لك لا الاب ما بجينا الاب اذا ما بجيك انت تستغل الطفل في تهدده وتاثر على نفسياته وتخليه ممكن يفقد الرغبه في التعليم حتى ده سلوك خطير جدا ويجب المعلمين يتدربوا عليه تدريب راقي جدا الطفل ما يقع ضحيه عشان انت داير رسوم تحاكم الطفل تحرم خطا ايوه خاطب الاسره لكن ما تقول له هاك ادي الورقه دي لابوك او خاطب الاب وقول له اذا طفلك ما جاب القروش انا حاوقفه من المدرسه او غيبه بكره لكن ما تقول للطفل حنضربك وحندقك في الطابور وحنعمل لك عشان يبكي في البيت وتخط الاب ما بين المطرقه والسردان ما بين هو ما عنده والطفل بيبكي خايف يمشي المدرسه لا توفر القروش ولا الطفل داير يمشي المدرسه دي مشكله ما في حل غير انه بعد كده الاب يصل المدرسه مشكله يخلي الحوار معه اصلا ابو لما يصل المشكله في المدرسه في الحته دي بتبقى هو مشكله انتوا كيف دايرين تخوفوا تضربوا ما يجي المدرسه عشان انا ما عندي قروش دي مساله خطيره جدا والتعليم متاح للكل يعني ما عشان ما في رسوم 2 جنيه يحرم الطفل من التعليم ده كلام خطا كبير نرجع ونجي للتعليم الخاص الناس دي ماجرين البيت بقروش غاليه والناس دي تراحيل غاليه الناس دي بتجون طبقات تكون ما قادره لكن جات عشان كده الطبقات اللي ما قادره بجد دي بتنضغط هي بتعاني هي بتعاني بتضغط والله هي دي برضه فيها اشكاليه ثانيه فيها انت دخلت جبلوا لك ولدك ب 8 مليون ب 10 مليون السنه اللي بعدها بقول لك 16 اللي بعدها بقول لك 20 تلقى نفسك مضطر ايوه فانت لا تقدر تطلع وتودي مدرسه ثانيه ولا بتقدر تستمر هي كارثه والله في الاغلبيه بده يحول على التعليم لانه بيقولوا السنه فعلا بيرسموا السنه بيحسبوا الجامعات ثابته مما تدخل لحد ما تطلع لحد ما تخرج الكارثه الكبرى انه هم بيحسبوا على امكانات السوق الترحيل زاد الوقود زاد لكن انت دخلك ما زاد ايوه صح الترحيل زاد حتى المبنى المؤجر له زي ما قالت مرتبك هو مرتبك اي والله فانت لما تعمل لي 16 انا عندي امكانيه 8 16 دي ما عندي يعني السنه دي جاي انا مش لي انت قبلته لي كده الترحيل ده حتى لو جاب كرعين ودي اشكال ايوه رسوم الكتب ويقول لك مرتبات الاساتذه وده كله مشكله دي برضه ده تضخم في الميزانيه وعدم حساب في الميزانيه تفضل تحسب عليها حسابك صحيح مشكله كبيره طيب مشينا الايجار الصح قبل يمكن ذكرت لنا انه قدامك مستشفى مثلا حكومي قدامك مستشفى خاص حتختار الخاص حتختار الخاص حتى لو ميزانيتك ما في سكه يعني هي خيار حياه وموت يعني الشيء الواضح في المستشفيات الحكوميه والمستشفيات الخاصه فرق كبير جدا فطبيعي يعني الشيء العادي الناس ماشيين لكن نرجع ثاني اذا كان التامين الصحي ونشاطه ممتازا الحاجات دي تفاصيلها بتكون اكثر عند الدكتور كويس حتى الشركات الثانيه بتاعت التامين الغير الجهات الحكوميه الشركات الخاصه في بتشتغل في مجال التامين حتى في العلاج الخارجي دي كلها اشياء ممكن الواحد يحسب عليها ميزانيته بشكل كويس قدر الله لان هي اساسا هاي صحتك انت ما عندك الا حساب انك تقع الليله ولا بكره تمرض الليله ولا تمشي معافى لكن عندك بطاقه بتاع التامين عندك رخصه بتاع التامين تعالجك في اي وقت سواء كان داخل السودان او خارجه تعرف انك انت حتدفع عليها انت واسرتك السنه كم ده موضوع ثاني
فافتكر انها يعني تتحسب بتامين وبرضه الناس يراجعوها، لكن برضه العيش لخبازه يعني. مش كده يا دكتور؟ هو طبعا الرجعه للمستشفيات الخاصه عاليه، يعني مثلا انا داير اعمل عمليه، هتمشي المستشفى الخاصه هيقول لك والله يا اخي تنتظر لما نيجي دورك مثلا بعد شهرين ثلاثه ربما. انت المستشفى الحكومي؟ ايوه ما حتى قدر. ده الخاص ولا الحكومي؟ الحكومي. مضطر تمشي القطاع الخاص، مش كده؟ هي دي يعني. يعني حاسه الناشدة الحكومه الجديده برفع الخدمات الصحيه في المستشفيات الحكوميه، تحسين البيئه، ومن ناشد بتحسين البيئه وتخفيف العبء على المواطن من تكلفه العلاج داخل المستشفيات. حتى يعني في فتره سابقه انت لو داير شاشه مضطر تشتريها، لو داير حقنه بتجيبها، ما في شيء متوفر، كانت الظروف صعبه جدا. يمكن التأمين شوية ساعد بعض الفئات بتاع، لكن برضو في أمراض وفي بعض الأدوية بتلقاها خارج التأمين لغلاء أو لندرتها مثلا، إنها ما بيحتمل التأمين. بعض ممكن ناس الحياتية جوا التأمين ولا خارج؟ الحياتية البسيطة جوا التأمين، لكن في مشاكل كبيرة كده ما بتلقاها جوا التأمين يعني. صحيح. أو فيها معاناة لحد ما تتلقي. أي فيها معاناة لحد ما تتلقي يعني. وطبعا ده كله برجع في النهايه للظروف الاقتصاديه في البلد، يعني نوع التامين وبتاع. يعني هي ما التامين ده، انا ما داري يكون في مستشفيات خاصه بالتامين، انا مستشفيات الدوله كلها الحكوميه تكون تامين يعني. بنتمنى كده ان شاء الله. ايوه ما لازم يكون في حاجه يعني. المستشفيات الحكوميه انا دايره تنافس المستشفيات الخاصه. ان شاء الله بنتمنى. أيوة. كده. والتعليم الحكومي ينافس التعليم الخاص. عشان الزول، عشان ما انت بتقيس مستوى البلد بتعليم الدوله ذاتها. مش كده؟ أيوة. تعليم لو ما شرفت في الدوله ذاته وبقى دي قيمه الدوله فيه. لكن سنوات طويله جدا، وبيجي وزير التربيه والتعليم اللي هو المسؤول من التربيه الحكومه قبل العلاج، ويزيع في المدارس الخاصه ونجاح المدارس الخاصه ومدارسه ما ناجحه يعني. بقى زي حاجه كده غراء طوال. هي دي مشكله، دي اخطاء دايره تصحيح الان، وان شاء الله بثورتنا الجديده دي الناس تعالي كثير. ان شاء الله السودان الجديد باذن الله. ان شاء الله. حس الميزانية دي كلها دكتور معاذ ما محسوب فيها ترفيه، مطلعينه يعني من الرفاهيات خالص. نفسية الفرد ده مش محتاج انه بعض الضغوطات المر بيها شهر كامل كده. كلامك صحيح، كلامك صحيح. يعني احنا ثقافة الترفيه اصلا بغض النظر عن الميزانية هي ما جزء من ثقافتنا. يعني ما قاعدين نعرف نقول الترفيه ولا الرفيه ولا 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 داخل فيها الاجازات السنويه بالمناسبه. ايوه الاجازات ذاتها الناس ما عندها فكر بها. ما عندها يعني، احنا ثقافتنا ما فيها ترفيه يعني. ما خلاص الشفع بيلعب والنسوان بيتونسوا في الحله وبيشربوا الجبنه وبتاع، رغم انه هذه دايره وعي صحي انه الترفيه ده جزء من الصحه بتاعتك. يعني لما يعني هيئه العمل الدوليه حسب ساعات العمل وحسبت الاجازات عارفه صحه المواطن، حسب صحه المواطن وقدرته على الانتاج. نحن لسه واقفين في العضلات يا اخي، انا بشتغل الاسبوع كله، جمعه ذاته بشتغل، ما داري قروش. ما بيحسب صحته، بيحسب القروش. في النهايه لو كان ممكن يشتغل 25 سنه حيشتغل 12 سنه وحينهار وحتصهر امراض. أيوه. ما كان حاسب. حتى في العمل احنا عندنا حاجه اسمها البيرن اوت او الضغط النفسي اللي بيقودك الى التهلكه. يعني انت تصل حته من ضغط العمل تلقى نفسك انت مستاء من العمل، بقيت متوتر، بقيت شكال، تشك في اي زول حولك في العمل، حاسب انه مستهدف. وهو ما في حقائق، ده كله ضغط. ده الضغط العايشه. وارانيك المرضيه كترت، واحساسها عندي مصران عصبي وعندي حموضه وعندي حرقان، ده من الضغط النفسي بيظهر في شكل اعراض زي دي كثيره جدا، وتوهم امراض كثيره جدا وهي ما واقعيه. الضغوط النفسيه دي جابت الامراض الجسديه. بعدين انا داير اقول الترفيه، الترفيه برضه ممكن زي ما ذكرنا نحن قبل في التدبير. ما لازم يكون بالقروش الكثيره دي. ايوه صحيح، ما لازم اماكن غاليه. يعني انا حاسه لو مشيت سكت اولادي دي اللي قعدت فيه شط البحر ده، وشلت نفس الاكل اللي في البيت ده الوجبات دي وقعدنا عملناها هناك في نفس الحته، هي نفس التكلفه مش؟ بنفسها. شلت سير الشاي وشلت اللقمات ولا اي حاجه. الحدائق، الحدائق دي يا استاذ رشاد، الحدائق دي مليانه ناس وفرشوا وبعدين شايلات كلنا وبياخذوا من هنا. لكن اللعب اللي بيلعبوا بها تعمل هوس. اقول انا عندي راي في طريقه هوس. الفكره تطلع من البيت زي الاطفال لما نسوقهم
على المناطق الطبيعية مثلا شاطئ البحر ويشوفوا النباتات ويشوفوا بعض الحيوانات الطبيعية من الطيور، التعريف بالبيئة ده هو جانب ثقافي مهم جدا. يعني الناس ما يعانوا للرحلة دي إنها بس هي ترفيه، هي ترفيه وتعليم بالمناسبة. يعني الترفيه ذاته يفيد الطفل وبعلمه الطبيعة واحترامها، يعلمه نوع الطيور ونوع الأشجار وحماية البيئة و ما لازم المرجيحة بس المدورة دي كان احنا نفكر في المرجيحة. يعني الطبيعة دي بتعلم الطفل وبيلقى فيها براح أحسن من المرجيحة. ونقوم نتنافس في صنع اللعبات حتى من الطبيعة. يعني بالرملة اللي قدامنا في البحر دي نحن زمان نرش الموية ونتسابق في عمل البيوت. أيوة. حتى انت في الترفيه بتاعك انت الكبير ده مع أطفالك أعمل مع النماذج، خليهم هم ذاتهم يقوموا يلعبوا. أتخيل الفكرة ذاته في انك تطلع بس من حيط البيت، يعني من الروتين. ايوه من الروتين، من النمط الروتيني، وتحس انك انت حتى لو ما عملت تنفست حاجة ايوه علمت غير مكان شوف ناس. أيوة. ايوه هو الطبيعه. انا قاعد اقول الترفيه انت بتعلم فيه اطفالك حياه كثيره. اول حاجه تغيير الروتين، تغيير النمط بيخلي العلاقات الاسريه قويه جدا. لكن مرات ارهاق رب الاسره بيخلي الحاجه دي شويه صعبه. لكن يا اخوان انا بقول لك انا تعبان الاسبوع كله جاري وشغال، فبشوف ان الموضوع ده حاجه كده ما انا يعني. بقول لكم الحدائق دي ما صحيه. اول حاجه ضيق فيها وحتات ضيقه، وثاني حاجه دخول حق التذاكر بالباب غالي. والله شفت شايله في صفحه دي بقول لك احسبي لي. وعشان كده دكتور معاذ قال لك تقعد مثلا قصدك مش العالمية، يعني مثلا احنا الطبيعية يعني تشيل فرشة تقعد على اي شيء في منطقة فاضية نائية. نحن زمان ما كانت عندنا الحديقة واحدة حقت الحيوان. أيوة. ياما جينا فيها وياما قعدنا فيها، ومن الفتحة بيجوا شايلين الأعمدة ده فيها الأكل ونفرش. وانا ناس كانوا دخلوا لي جوا حل النصيب اللي عملوها لنا دي، عارفة الناس اللي كان بوين وعارفة التماسيح كانت بوين وعارفة أي حاجة. ان احنا غايته ضررنا في حديقه الحيوان اصله زي ما بيدعي الثاني. والله كان الحديقه كانت علم زي ما قلت، كانت علم، الترفيه كان علم. وانا عشان كده بقول للاسر ولا تظن هذا الحيوان له غذاء خاص. ايوه ونروح طبيعه الحيوان وبيعيش والمنطقه اللي بيعيش فيها. عشان كده انا بقول على المناطق المفتوحه. أيوة. نطلع في اطراف العاصمه او على البحر بتلاقي الطيور، بتلاقي الاشجار، بيسالوك، بيبتدوا تشوف الطيره ديك، شوف دي اسمها كده، دي الشجره دي اسمها كده. يا دكتور معاذ. ايوه هسه نحن اولادنا نودونا الحيضات حقت السباحه، نزلت اولادي وديتهم حوض السباحه، ولما يودون هناك اقول لها من القدم تحت اقول لها اعمل كده واعمل كده. المدرب قال لي كده، قلت يا خالي هناك، قلت يا زول هون داني مسبح وداني ابنه لفن مسابح، انا عمت في بحر الفتحه. قال لي انت بتورث فيهم كده علمتها، قلت له البحر هناك بحر الفتحه بنغرقنا. لا جانا دلا نعوم في البحر. ومش شفت من صغير بقول انه المسائل من الحته دي حقت الاولاد، هنا دي حقت البنات، وبعد ذلك زي ما قلت نمرق على الرمله نبني البيوت. لاحظوا الترفيه في الرحله، انت لما تسوق نفس الطعام اللي انت داير تعمله ده ما تعمله في البيت، امشي اعمله في الطبيعه عشان تعلمهم هم اللي يعملوا. تعالوا نعمل يا ريت عشان تعلمهم المسؤوليه، تعلمهم فن الشراكه دي ذاتها. الترفيه ده ذاته فيه تعليم، كونه يجمعوا الحطب والعنار وبالطرق البدائيه تعلمهم انه يتصرفوا كيف يتصرفوا. بعد ذاك انتهينا تعالين نمشي، هل ننظف الحته اللي كنا قاعدين فيها دي؟ يا سلام دي تربيه. ما هو انت داير تربيهم وداير يكونوا هم مستمتعين ويتعلموا سلوكيات. المساله ما بس مرجيحه ينططوا فيها. صحيح ايوه مش كده؟ صح ايوه. فبيبقى يوم ممتع ويوم بالنسبه لهم انجزوا فيه، وحيتنافسوا في المره الجايه منو اللي حيقوم يعمل شنو. والحاجات اللي قلت عليهم في المره الاولى هم حينفذوها المره الثانيه. أيوة. تيجي منهم. أيوة. تعلمون التفكير. أيوة. والتدبير وكل الاشياء. استاذ الشيرابي كرب اسره، يعني انت رايك شنو في الكلام؟ والله هو في زمن يعني لل انا بس داير اقول انه في زمن، وبعدين في شنو يعني زي الـ 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 الاسبوع بقى ضيق والايام زي ما قلنا ممحوقه. بقيت انت مجبر، البيوت الكبيره مثلا بتتجمع يوم الجمعه، غير كده انت داير تزور اختك باولادك، اخوك داير تقعد. فاذا الناس لقوا فرصه انهم هم يتجمعوا في البيت الا يوم الخميس بالمساء. بقى لا يعني بقى ذاته زي الترفيه الناس. انه هم يتلموا ذاتهم عشان يتونسوا ويتكلموا، واولادهم واطفالهم يلعبوا مع بعض هم كده. ده ذاته يا سي هو ده الترفيه اللي الموجود. يعني العملي والواقعي الموجود.
غير كده الثاني ده ما موجود لسبب من الحاجات اللي حكيناها نحن كلها قبل دي توصل بتجتهد يعني بتجيب الحاجه دي. لكن برضه والله الواحد يقول يعني الحدائق الحمد لله مليانه بناس المطاعم جزء من ممكن تكون من المساله دي التغيير الشكل العام الشارع يعني حتى يعني الدكتور قال نقعد لكن حتى لو اخذنا لنا لفه كده ورجعنا ممكن اي ممكن تكون المساله اي تغيير ممكن فهم غايته بيطالبوا بها وقاعد يلقوها بيقلعوها يعني ومن الصح انه لا باي يدلازم فيا ريت الناس والله برضه الحدائق دي تتنظف بشكل كويس والبيئه ترجع يعني كل النجايل اللي كانت هنا ده سبقت قاحله كده الحدائق دي كلها حديقه السلام شارع النيل اللي كان مفتوح انا طبعا قفل الحدائق والتسوير كلها اتقفلت هسه انا اقول لك وكان مشكله كبيره وكانت الفتره كانت بالتذاكر يعني مساحات مفتوحه يعني دائره المساحات الخضراء دي والخضره دي لازم تكون يعني بعدين والله نرجع يعني للاسف الشديد يعني الانديه ما فيها الجانب الاسري ده يعني رياضي وصحف رياضي وكله وتعاملت مع الحته دي ما في مفصول على الرجال بس ايوه حتى الانديه الكبيره يعني الهلال والمريخ وما في ما الناس عشان يكون في نادي اسره يعني لو طلعت انت النادي الالماني طلعت النادي الامريكي الانديه الطبغية عايز اقول لك يبقى باقي الانديه دي كل حتى الانديه في الاحياء دي ماله يعني الناس المرجحه الدايرينها نتكلم عنها الناس يوفروا فيها كل الخدمات الدايرينها يلقوها اللمه بتاعت الحي جهد بسيط يعني ايوه فدايره دايره برضه ثاني ندخلها في شباب الثوره والتغيير المطلوب يعني صحيح فتتحرك الانديه دي الناس يحركوها بشكل كويس جدا عنده فيهم مساحه ممكن يكون فيه حوض سباحه بشكل كويس كل الاشياء دي ممكن تكون يعني انا والله ما افتكر انه المسائل دي صعبه ما صعبه لكن الناس بيعانوا لها كده شويه التفات ليها يعني بعدين دائما الناس بيقوموا يخطوا التشخيص وما بيكتبوا الرشيد يعني يقوموا طوالي يقوموا يا دكتور يقوموا يفوتوا لكن زي كلامنا ده الليله اللي والله الناس قاعده اسف في تلفزيون في نادي وقاموا قالوا والله يا اخي الكلام ده كويس جدا احنا بكره الجمعه ننظف ونصور ونعمل 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 الكارثه الكبرى انا قاعد اقولها عندنا مشكله اسمها التمركز حول الان حاسه نحن نتكلم في التلفزيون الناس اللي بيكونوا قاعدين في النادي يقول لك شوف المنظراتيه دي الفكره لو ما نبعت منهم هم ما مقبوله الزول بيفتكر هو المفروض يفكر مش يفكر له ولا زول يجيب فكره لكن برضو في الاخر انا بفتكر والله الشباب ديل في الثورة دي غيروا مفهوم الناس فيهم تغيير كبير جدا انا حييهم بشكل كبير والله فبفتكر انه في بالمناسبه في احياء كثيره عندها المناشط حقت النظافه والترتيب دي شفتها يعني هسه في بوري كم مسجد يوم الجمعه الشباب ديل الصباح بيجوا ينظفوا المغارب بتاع بوري بيقطعوا منها حقيقه الاسطبات والتنارات المروريه دي فيا ريت يعني ان احنا حتى شفت في البحر برضه عاملين ميزانيه بيعملوا رسومات في حيط المدارس بيزينوا فيها ده من نفسهم يعني ما توجيهنا حسنا احنا عندنا في الفتحات عند المستشفى حقت اطفال والله نفضوها عند المستشفى من زمان الانجليز حقت الفتحات شباب المنطقه شباب المنطقه بحي شباب ولاد الفتحات كلهم والله نفضوها في المستشفيات وفي المدارس وفي المدرسه برضه حقت علي البحر دي ولا الف دي والله من زمان ان شاء الله كل الاحياء تقوم يعني لا عندنا شباب العولمه دي انا اكثر حاجه عجبتني يا شباب العولمه دي كلمه سامحه حلوه خلاص يا استاذ شيرابي اكثر حاجه عجباني شنو في شباب العولمه دي وفي الحاجه اللي ربنا ارادها دي ونهضوا بها انه الناس دي قدروا يفقدوا الثقه في اولادنا ايوه يقول لنا دي ما بينفعوا الفعالات ما نفعوا والله نفضوا النفض ايوه قياديين ما شاء الله ربنا يوفقهم كلهم كل الشباب يا رب ان شاء الله بعد الحراك ده كله عن الميزانيه اذا كان التعليم والصحه او الترفيه ذاته دخلناه حتى لو بميزانيه بسيطه احيانا اداره الميزانيه دي بتفشل يعني الشهر ده من يوم 13 بنلقى انه الميزانيه دي فلتت بغض النظر عن الماسك الميزانيه منه لكن الحاجه دي ممكن تكون هي سبب لخلاف كبير ما بين الزوج ده وزوجته وما بينهم هم ذاتهم مع ابنائهم شوف كميه التوتر اللي ممكن يكون في المنزل اذا الناس كلها ما مستعده لانه والله ميزانيتي دي تفشل من اقل من نص الشهر شوف نحن اذا الخلاف نحن قلنا الخلاف ده اذا كان هناك شراكه وهناك تخطيط مسبق وكان في اتفاق في الاراء مهما كان الميزانيات الخلاف ده ما بينشال ايوه لكن لما يكون ما في اتفاق ولما يكون اي زول شايت في اتجاه المرة بس مصر يقول من وين تقول له ما تتصرف ما في كلمه زي دي سايده بدون حساب بس تقول له المفروض تتصرف زي الرجال ما عارف الرجال اللي بيتصرفوا بيتصرف ده يعني شلون مش هسرق مثلا
مش كده؟ عشان كده بدل الكلمات الاستفزازيه امشي اتصرف وامشي، نقعد في الواطه ونفكر. ايوه. نعمل شنو؟ ونتصرف كيف؟ حتى لو الشهر ده فشلت الميزانيه ممكن الشهر الجاي. انا قاعد اقول اي ميزانيه واي تخطيط عنده مرونه. لما انا اشوف انه عندي صعاب او الحاجه اللي انا خدتها دي سعيرها زاد عن الطبيعي، البديل ليها شو؟ مش كده؟ ما لازم طوال. لازم يكون الحق نفسي. انا الميزانيه دي بتفشل كيف؟ انا من الاسبوع الاول لو خطيت خطتي وحسيت فيها مشكله بصلحها في الاسبوع الثاني. لكن مش اقطعها في الاسبوع الاول واقول الميزانيه فشلت. الميزانيه فشلت يا دكتور شرفي. ايوه. ثاني في حاجه من زمان من زمان امك طب في نسوان كده قطعتك دي، طب ليه؟ طب ولاتنا؟ طب لوين؟ الراجل توفر له. ايه صح، بتحصل مرات النصائح يمشي يعرس فيه. يعرس فيه. ده جهل في حد ذاته. ها؟ ده جهل. والله العظيم. كلامك صح. الناس يقول لك ولا ما توفر له؟ توفر الله يمشي يعرس فيك. كلامك صح، استنزفيه. استنزفيه. هنا تيجي المشاكل جديدة. تحصل من هنا. يلا دي الكلام ده غلط. غلط كبير. الكلام بتاع جاهليه وكلام بتاع زول ما مزقور. يعني انت لكن بس في النهايه بتستنزفي شنو من القروش اللي بتستهلكيها دي مع حق اولادك يعني. ايوه ايوه. واي وفر فيها بيمشي لمصلحه اولادك. أيوة. لو بيت ولا لو عملوا اي بزنس هو حق اولادك يعني. أيوة. احيانا الطلبات الكثيره دي ذاتها بتخلي رب الاسره ده ما داري يجي البيت، ما يكتر يعني في قعدته في البيت عشان ما يكون في والله في حد نقصت ده نقصت انا ماشي اعمل دي ولدت داري حق المواصلات ما عارف داري حق شنو. هروب الراجل ذاته مشكلة بيأثر على الأسرة صح؟ والله العظيم يا أستاذ يا رشاد أنا غايته لو يعني خلص شغله يمشي يقعد في شارع النيل أو يمشي لأصحابه أو يجيب له مشاوير من ناحية شارع النيل ده دايره عشان يمشي البيت صافي أصحابه ده شارع النيل. لكن والله أي رجل حكيم وماسك زمان بيته زوجته ما بخلي حي تخليني أهرب من بيتي لأنه أنا عارف بيتي كده بزيد الأزمة يعني ما في نسوان متعبات؟ كثير حتى لو متعبات لكن ما بشردوك ما بشردوك من البيت والله ما اشرد لا انا مع حياتي مرتبه حياتي مرتبه هو لو لقى الحياه مرتبه هو ذاته ما بيشرد من البيت يلا داري مرة شاطره مرة تعرف الحياه يعني ما تطلب يعني ولا كيف يعني لو هي محتاجه الحاجه تخليه عشان هو ما يهرب من البيت لكني طلعت ما في طلبات فوق للطاقه وفي طلبات ما ذاتها ما تكون يعني ما هو كده ما في داعي لها انا سجل نجي المره اول ما جا داخل الراجل تقوم تطلب او مسخن ومتوتر كده دافع بحاجه ايوه كلامك صحيح يلا المره الشاطره والله الراجل لو عنده اي حاجه بيسلمها لها وبيديها كلامك صحيح والمره اللي بتعرف قيمه راجلها والله راجلها بيعرف قيمتها يا سلام ده لغته اي مره يا خالد حجه يعني كنت قايلها لك كلام جميل والله معايا الناس دي لا 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 بس واقفه معاهم انا ما حدثت ماشي شارع النيل ماشي بمزاجه ايوه ماشي بمزاجه ده بقعد مع اصحابه الماشي محل الشيات ومحل انا داري ياكل بمزاجي لكن انا برجع بيتي انا عارف انه انا لما اخش بيتي انا بحب الرجل اللي بيكون شنو؟ مرته عنده زي اطفاله دي ايوه كلهم يمشون يا سلام المره ذاتها انا رشا غايته كسبت الراجل مشي والله دي مشكله والله المره شنو؟ كسبنا راس حربه المره زي الطفل لا يمشوا يعني قصدك ولا يشوفوا طلباته ولا شنو؟ اشوف طلبات فوق لتختي ما بشوف لها طلبات يعني عامله يعني معامله حلوه معامله حلوه زي ده كلام حلو بكده والله يعني انت يعني انت حاسه داير ان الرجال يتكلموا عن نسوانهم بطريقه حلوه ما بيجنا ليه؟ ما الرجل السوداني بس طيب ما ايوه كده طبعا كده طبعا رجال قاعد يربيهم منهم ما ربينا كون احنا وخسرنا والله العظيم انا صريحه وواضحه ايوه احنا وخسرنا انتوا علمتوهم يقولوا كلمه حلوه ما علمنا في كلام في الحته دي خسرنا راجل وانت شنو احنا يا اخواننا طلعتوه عدو لا لا انا اختصر لكم وهي بتقول الحته بتقول شنو الراجل ابن حواء صح والمراه ابنه ادم ايوه ايوه لكن انا ما عرفت استاذ شغاله معاكم كده انا غلطت شويه المراه والراجل لو ما متفقين وعارفين امور بعض وعارفين حاجات بعض ما بتفقوا في اي حاجه وامشي واجي الراجل لو ما ماسك زمان بيته وكله يعني عينه حمراء للمرأة بطريقة حلوة دبلوماسية عينه حمراء بطريقة حلوة ودبلوماسية احنا عندكم كنا العين الحمراء شنو؟ حمراء لما انا ما نهري بطريقة حلوة يا جماعة كلام ده عميق يا جماعة عميق جدا
يعني هي شنو؟ هي لا مع ولا ضد، هي مع الصح. هي مع الصح وده كلام جميل. هو انا يا دكتور شرفي كنت دارجيك امانه مع راسي ده قوي. عايز يجي هو؟ بعد شوفوا بعد الحلقه بعد طيب عايز اشوف برضه كمان دكتور معاز كمحور اخير، الانهيار لميزانيه الاسره احيانا بيظهر لنا بعد التفلتات على مستوى الاخلاق والسلوكيات عند الشباب، يعني بر لنفسه سلوكيات كثيره ما مقبوله، احتيال ممكن يعني ينصب هو بيكون شايف كلاعة. انا ما بفتكر ده الانهيار الاقتصادي، انا بفتكر ده الانهيار الاخلاقي التربوي. تربوي ما الاقتصادي. هو هذول اللي تربى على اسس صحيحه وقت الانهيار بيعرف يتصرف التصرف الصحيح. يعني ما مبرر لانه انت ظرفك الاقتصادي. ليست هناك مبرر للخطا، نقدر نقول والله يا اخي عشان انا ظروفي بقت كعبه اولادي انحرفوا. مش كده؟ ما بدل ينحرفوا ممكن يشتغلوا يعني. بالطرق الصحيحة، مش ما في الناس ظروفهم صعبة وطلعوا اشتغلوا وواصلوا جامعاتهم. أيوة. أنا كنت بدرس، كان عندي طلبة في الجامعة بيجوا يسلفوا مني قروش بيمشوا بتاجروا بيها، وأنا عرفتها ما بعد بقيت أنا عرفت من واحد فيهم وبقيت أديهم القروش بيمشوا يتاجروا بيها وآخر الشهر بيجوا يسددوا لي. وكنت مبسوط جدا أنا منهم وحاسة هم أساتذة في الجامعات. الفكره دي انا كانت عجباني وكنت بديت امولهم ويشتغلوا ويمشوا بعد الجامعه، يمشوا يوزعوا حاجات ويراجعين واخر الشهر يقول لي لمينا كده هاك وادي يوم ثاني، وكانوا شايلين نفسهم ما انحرفوا. في نوع شباب ثاني يمشي للمخدرات طريق المخدرات يقول لك عايز انسى والله. دي الناتج بتاع التربيه، ما انا هنا بقول شنو؟ ناتج التنشئه الاولى، انت ربيت طفلك على تحمل المسؤوليه بالتصرف، علمته المسؤوليه، علمته مفهوم الرجوله. يبقى معناه هم لازم الام والاب يكونوا ثابتين هم ذاتهم عشان يطلعوا. التربيه دي اصلا هي العمود الفقري بتاع البيت، عشان كده قال والدانه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، مفهوم الصح والخطا. الظروف الاقتصادية، طيب أنا بربي طفلي إذا ما توجدت الحاجة دي الحل شنو؟ قبيل قلنا البدائل. في ظل ضعيف وما كان شريك في الآراء، كان بيفتكر مفروض يعملوا لأي حاجة، وكيت فجأة كده لقى الظروف الاقتصادية صعبة وما قادر، أصابه الانهيار وأصابه الضعف وبيجي يفتش في شنو؟ مسكنات الألم، يمشي يفتش المخدرات. وفي زول بيمشي يقول أنا أدوك صدري واقف مع أبوي ده ومش هشتغل، يتعلم المبادئ، مش كده؟ صح. يبقى التربيه هي الاساس، ما الظروف الاقتصاديه اللي بتقود للانحراف، التربيه اللي قاعد تقود للانحراف. وفي ناس كانوا بسطاء وفقراء وربوا اولادهم ونجحوا احسن نجاح ما انحرفوا. يبقى التربيه قناعه الذات، ترويض النفس. يا قلت لك يا دكتور شرفي، هسه مثلا لو الاولاد في سن المراهقه دي الاولاد بتحس الام انه ولدين ماشي في طريق ما ياهو، ولا المفروض الاثنين الام والاب يكونوا يحسوا الاحساس ده؟ بتحس الام طيب دائما في الاولاد. الام ليه بتحس؟ لانه الام لاصقه بهم اكثر من الاب، والاب مغيابه من البيت كثير. وكان قام دست حس التنبه الاب برضه. حضر نفسه، حضر التدس يعني. التدس عنه لو غلط. ما هو الدسدسه دي جابت لنا المشاكل كلها. والله عذبتنا عذاب. لكن هم بيدسوا ليه؟ انا الدسدسه دي ذاتها عندي. بكون الاب رد فعله قاسي مثلا. الاب لانه عامل صعب وعازل نفسه من البيت، وبدل يكون معالج بيبقى صاحب مشكلات. عشان كده بقوا ينعزلوا منه ويدسوا منه، ما الخوف الكثير بيعلم الكذب، بيعلم اللف والدوران. صح. انت ما تخاف، اولادك ما يخافوا منك، اولادك يحترموك ويثقوا فيك، مش يخافوا منك ويدسوا منك. ما هو في مفهوم خطا بتاع اكون حاسم ام اكون قاسي، الحسم لا يعني القساوه. طيب فنحن لسه قايمين على تربيه القهر اكثر من تربيه أيوة. الحكمه. ايوه ايوه. طيب عشان ناخذ زمن في الرسائل اللي ممكن نحن نوجهها، ابدا معاك استاذ شجرابي، في الميزانيه المنزليه دي كيف نحن ممكن نديرها؟ ده اللي هو عنوان حلقتنا اليوم. حواء ام ادم اتفقتوا تخيلي الثلاثه على انه تكون شراكه ما بين الطرفين، واستحتلينا يمكن الفكره اكثر لموضوع الميزانيه، فالرسائل توجهها لمين؟ والله هي متفقين احنا الثلاثة او الاربعة كمان انها شراكة ذكية. فانا بفتكر انه يعني الحتة بتاعت الخطة الثانية تكون هي البديل، زي ما قال الدكتور، ما شيء لقينا البصل غالي البديل شنو؟ البطاطس، اللحمة ما في البطاطس بديل، التغيير الوجبة. بيفتكر انه برضه التدبير المنزلي مهم شديد جدا كعلم، يعني مش تدبير وصناعه المنتجات داخل البيت. طيب المنتجات ذاتها اللي ممكن تدعمل، يعني الحاجات اللي ممكن
هي من السوق ممكن تتعامل في البيت. انت ممكن تعمل المربى، انت ممكن تعمل المخللات، انت ممكن تعمل. فالاشياء دي كلها تكون الحي، الحركه في الحي، الجمعيات التعاونيه او الفكره التعاونيه اللي انا طرحتها دي بتاعت انك الناس يمشوا يشتروا اجمالي ويجي يوزعوا حاجاتهم، تطوير الجمعيات التعاونيه اللي كانت زمان عندنا تعاد بشكل كويس جدا، المتابعه بتاعت الدوله، ودي بفتكر انها الاهم والاكبر والما فيها كلام يعني. طيب. يعني ما المساله سايبه نزول رزق الناس او اكل الناس وشراب الناس ومعيشه الناس، تبقى في سماسره وتبقى في تبادل وتبقى في طمع وتبقى في جشع وباشياء ما مبرره اطلاقا. طيب مناطق الانتاج، الفئه الانتاج اللي احنا كنا بنتكلم عنها تحت الهواء او فوق الهواء في الهواء، المناطق اللي فيها البان، المناطق اللي فيها خضروات، المناطق المنتجه عشان تصل الحاجات والضرائب الكثيره والمحليات والرسوم، الحاجات الكثيره دي الصعوبات كلها تضاعف الاشياء اضعاف 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 دي تتلغي. نرجع ثاني انه برضه المفاهمه بتاعت البيت، الحوار المفتوح بين الاسره كاسره. ونرجع ثاني نتمنى انه صينه الغداء الناس تتغدى في وقت واحد، قصد كل زول يجي يغرف براه وياكل براه ويشيل براه، دي برضه هي جزء من خراب ميزانيه البيت. وبعد كله اتمنى انه الثوابت تكون موجوده، نشيل صينيتنا في بيت البكا ونجامل تكافل، وان التكافل الموجود تكافل بمعنى كلمه تكافل بدون صندوق بعيد من الصناديق والحاجات اللي قامت دي، التبادل بتاع حاجاتكم اللي بتصنعوها مما ناكل مما نصنع دي، انت تديها وهي تديك، الامهات الاباء، يعني التراحم الاجتماعي اللي كان في الصواني بتنقل الناس يوم الجمعه كان تحت نيمه بيجوا شايلين فطورهم، الناس قاعدين بغداهم، فدي كل اشياء والله هي ظواهر فيها الاجتماعيه، وبعدين برضه فيها الرحمه وفيها البركه فيها التعامل عنده والما عنده بياكل يعني. ايوه ف ف ف ف انا بخطوط عريضه ده اللي عندي. كتر خيرك كل سنه وانت طيبه تاني. انت طيب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. خالتي حجه تقول لي شو رسائل في الاخير؟ الرسائل اللي برسلها لكل في البيت وللبنيات بناتنا اللي تزوجوا والقادمين على الزواج والامهات ذات كان عليهم بنات كان نحن انا ذكر حله النشا دي في ناس بيقول لها مديده وفي ناس بيقول لها نشا. أيوة. العجين بيكون رفيع من صفي كده وهنا حبه ملح كده وحبه سكر وفركيه خلاها لاولادي بيجي يشرب بيجي من برا. عندنا البصل لما في عنده موسم بيرخص فيه من زمان يا جماعه البصل ده، لكن ما بصل كده يعني شنو بنجفف. عندنا اللحمه برضه، عندنا اللحمه بنجففها، دي احنا زمان يعني دي حياتنا نحن كده. أيوة. في هسه القمح المبشور ده بيبشروه بشير والله فيه بليله لا تعرفوه سكسكانيه لا تعرفوه ده اسويه في حليله كده حبه صدقي حبه قدنا. قلت له اولادك بسكر كده خلوني ياكلوا. غذي وليداتك تغذيه سليمه يعني بابسط الاشياء. أيوه. ما بدات تمشي تجيبي لك المشروب اللي بيجوا من الدكاكين ده. أيوه. عندنا الكركديه جميل جدا والله، الكركديه حبه كده تبليه. أيوه. جميل جدا. عندنا الصرفات مش كويسه يا حجه الصناديق. يا صناديق ما قاعد اخد شيء انا ما كويسه ما عارفه يعني بتدبر حالا والله ما شاء الله بيفرش باب بيوت انا غايته بحب الملم كده برا عامل لك صندوق براك برا لكن شفتي بقول لكم في العنقريب كده واطلع لي احسي من جميله يا جماعه ما شاء الله تعالى انت شفتي الحصاله ولا بتدبري وخدتي وين بتدسي والله كان اولادي كان عندي خزنه قام عليها بشتغل لي عندي خد والله عندك اسم مخده برا كويس مخده مخده الكلام ده يا جماعه ده بيسمعوه بعدك بتبقى في كلام والله الحرام الحرام لكن يعني الواحد ممكن براءه تدبر وتوفر الشيء ما محتاجه له في انا بغيرني شفت البنات اللي قدر كنت بسوها دي يقول لك انا والله لو عندكم شيء دي بتاكلني لها صوفه والله هذه الكلمه دي طوالي وابعدا من يعني في حاجات كده بياخذوا حاجات كده ما لها اي معنى ما لها اي معنى. فان الدار غزي وليداتك ودارنا عندنا والله الحاجات السودانيه دي راقده يا جماعه. أيوة. وجميله بس زي ما قلت لكم كان وصلتينا بالرز برضو الرز مهم شديد في اي بيت حلت الرز دي لازم تسوينا ان شاء الله انا بحيي كل المرأة نصائح غاليه والله المرأة السودانيه ذات المرأة صبوره جدا جدا ايوه صحيح ورجلنا السوداني بيحترم المرأة السودانيه شديد جدا جدا انا شفتها في نفسي يعني سنه في سني زي دي ما حصل مشيت لي محل الرجل السوداني محترمني يا سلام يا سلام والله ما حصل والعجب تحياتي لرجال المرور ايوه والله انا بشوف عربيتي وراي بحييهم ايوه لما يزنقوني كده اقول يا الله والرسول تجيب لي رجل مرور ايوه
تقوم تطلعي بطلع مع طوالي بهن بس حالي كل الرجالات والله ان شاء الله اليوم كل التحايا احترموني جدا احنا بنحترمه ان شاء الله دكتور معاذ تديني رساله اخيره خلاص احنا دي اخيرا حاجة. ده اخر حاجه لكن ده اخذ من دكتور معاذ لا اختم بقى الحلقه هي للطيور المهاجره كلها ولادات اولاد ان شاء الله ربنا ان شاء الله كل الطيور المهاجره ان شاء الله رجعوا بالسلامه ان شاء الله يا رب انا امن على كلامهم ده واضيف عليه البيت اللي ما فيه حوار ما فيه شراكه فعليه ما فيه تدبير بالضبط كده عشان كده الحوار والشفافية والشراكة مطلوبة جدا داخل الأسرة تضامنا مع ما قالوه وما ذكر يبقى نحن كده بنخطط تخطيط سليم والبيت حيمشي وحيكون في وفر اقتصادي إن شاء الله إن شاء الله والله بنتمنى إن شاء الله لكل الأسر شكرا لك كثير دكتور معاذ شرفي شكرا لك كثير خالة حجة خليفة نورتينا اليوم شكرا لك كثير الإعلام الصحفي أستاذ الشقرابي نورتنا اليوم كثير بشكر أيضا مشاهدينا في كل مكان تابعونا في حلقتنا اليوم نحن نتكلم عن الميزانية المنزلية يمكن ظروف اقتصادية بعيشها كل فرد مننا أو كل أسرة إذا كان وضعها متيسر أو في وضع وسط أو دخلها اليوم باليوم فبنلقى إنه في بعض الصعوبات الاقتصادية ممكن تواجه الأسر في المتغيرات الحاصلة يمكن كل شهر والآخر أو كل فترة والأخرى وإن شاء الله بنتمنى دوام الاستقرار والأمن والسلام إن شاء الله لكل الأسر ولكل البلاد إن شاء الله ولحد ما ألاقيكم في حلقة جديدة موضوع أيضا جديد واجتماعي في أمان الله وحفظه.